يسير في قصائده متزودا ببساطة آسرة وطراوة لافتة وشفافية أخادة. إنه الشاعر علي السندي، عضو المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون، في مشاركة شعرية، فليتفضل. في العيد سأنهي كل آهات الفراق وأسرق من خديك قبلة ثم قبلة ثم قبلة وعناق، مثلما تسرق الأحزاب خيرات العراق. مساء الشعر، مساء الخير، مساء الجمال أيها الأحبة. لن أطيل عليكم، احترت في خياري هذا اليوم، لكن الجرح العراقي يأبى أن يفارق على حروفنا، فسنبدأ بالحزن ونختم في غير واد الشام. لماذا العراق؟ إلهي أجبني، لماذا العراق؟ غريب وحيد شريد ذبيح، وتبقى دماه ودمع الفرات كسيل تراق. لماذا العراق؟ نخيل سقيم وجرح قديم وخصم زنيم وشعب يعاني ومات الوفاق. لماذا العراق؟ ببحر الظلام وما من معين وما من مجيب يلبي نداء الحسين الشهيد فيا للنفاق. لماذا العراق؟ ضياء ينير جميع البدور، هواء الحياة لكل الزهور، ولكن أراه يعاني اختناق. أراه كطفل يتيم يغني، أراه كطفل يتيم يغني يابا يابا، ينادي أباه بسوح القتال ويرجو العناق. أراه الثكالى وصرخات حزن تناجي وتحكي الحكايا لسحف النخيل بوسط الزقاق. أراه قريبا برغم الجراح ورغم الدماء ورغم الفراق. أراه يقيني برغم الشكوك ورغم الطغاة وجورا أتانا بسيف الشقاق. عراق دوائي وبرء جراح فؤاد الشجي، عراق ندائي وبحة نائي وشعري البهي، عراق حبيبي وسر عميق بحرف نقي. أتيت لأجدو بليل المنافي وأسمع بوحي كل الرفاق، وأعلن أني أسير الحنين ومت بنار الأسى باحتراق. فلا تسألوني، ففاضت شجوني قصيدا أتاكم ينادي بلادي بدمع اشتياق. عراقا 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 عراقا